وعندنا بقى حاجة مختلفة، بما إننا بعين تانية فالجميع شاف مشهد تتويج النادي الأهلي وشاف المشهد الرائع اللي كان البطل فيه كابتن مؤمن زكريا، البطل بتاع التتويج اللي يمكن النادي الأهلي يا جماعة ألغى جميع المراسم الخاصة بالاحتفال لتركيز في بطولة أفريقيا إلا حاجة واحدة كانت فوق أي اعتبار آخر، لأنه هو اعتبار إنساني بحت وهو كابتن مؤمن زكريا. حد ساب كل ده وشاف المشهد بعين تانية خالص وهو كابتن نادر السيد. نشوف العين اللي شاف بيها ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم جدا. الشيء يذكر ان حسام عاشور يتعامل بنفس المعامله او بيتعامل بالمعامله اللي اتعامل بيها مع الاهلي مع احترام الكامل، يعني لان في الاخر ده برضو قيمه كبيره جدا. نختلف وجهات النظر انما ما نمحيش التاريخ. ما اعرفش هو كان موجود النهارده في الاحتفاليه ولا لا. لازم يكون موجود. ولا رمضان طبعا كان لازم يكون موجود، كان لازم شريف اكرامي يكون موجود حتى لو ما جوش شريف او رمضان او غيره، بس لازم ده اعترافا بان هم مشاركين في ده يعني احمد فتحي كان موجود مثلا. احمد فتحي لان الوضع مختلف، هو موجود في الملعب. لا مش مختلف كابتن، هو موجود في الملعب. لا مش قصدي يا كابتن، انا قصدي المبدا على الجميع معايا. انا شاركت وتعبت وعرقت، اختلف معاك في وجهات النظر، دي حاجه وارده معايا، انما اكون موجود في، لان ده تكريم لكل الناس اللي اجتهدوا في الامانه. كابتن نادر السيد راح لحته غريبه جدا. اولا احنا اتفرجنا على اللقاء بتاعه كامل وكان فيه كبير جدا القدر اللي اتكلم بيه من التوازن. لا كان فيه توازن وكان فيه اشاده بالنادي الاهلي في حاجات كتير جدا، ولكن الفكره اللي بيتكلم بيها كابتن نادر السيد، هل النادي الاهلي فعلا قصر في عدم دعوه لاعبين معينين؟ اولا احنا زي ما قلنا النادي الاهلي ما دعاش ناس بصفه احتفاليه، لاعبين كتير ما كانوش موجودين، كابتن سعد سمير ما كانش موجود و لا موجود كم... لا يعني ما شفناهوش في ارض الملعب بشكل احتفالي. احنا موجود. بنتكلم انت شفته في المدرج ولكن بنتكلم ان ما كانش الموضوع انت اللاعبين بيحضروا وان انت بتيجي بتسلم لاعبين ميداليات او ان انت بتتعامل بان ده مراسم لازم يكون كل لاعب مشارك فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا حابين نتكلم بقى بشكل واضح عشان الموضوع يا احمد لما ما بيكونش فيه تناول، واحيانا النادي الاهلي بيرتقب ادبياته قوي فبيكون شكل من اشكال العقاب ليه ان الناس بتحمله هو الخطا. كابتن حسام عاشور النادي الاهلي لم يقصر معاه عشان حضرتك تطلع الموضوع وكان النادي الاهلي بيعاقبه وما ينفعش اللي اتعمل مع كابتن حسام عاشور. كابتن حسام عاشور كان حابب يكمل في النادي الاهلي ويجدد وكان فيه راي فني بان هو ما يكونش موجود بشكل واضح، راي فني النادي الاهلي لانه يحترم المدير الفني للنادي عرض على كابتن حسام عاشور ما يعرف بالخروج المثالي وليس الخروج الامن، خروج مثالي. حضرتك تكون موجود يا كابتن حسام في اي منصب بتحبه وكمان تكون موجود في قناه النادي الاهلي لو تحب، ومهرجان اعتزال ككسر لقاعده النادي الاهلي في عدم اقامه مباريات اعتزال. حصلت مشكله فيما بعد حتى اطرافها الاخرى قالت ان كابتن حسام عاشور كان جزء من الخطا فيها، ده مش النادي الاهلي، ومع ذلك النادي الاهلي ما زال يحافظ على كابتن حسام عاشور الى ان بنشوف كل فتره شكل من اشكال الاسقاطات وشكل من اشكال التصريحات اللي مش لذيذه، وان انا اروح اقعد مع حد بيصف النادي الاهلي بانه كان قليل الاصل. كل ده بنشوفه والنادي الاهلي يحافظ على كابتن حسام عاشور. يبقى ما ينفعش بعد صمت النادي الاهلي ده للحفاظ على اللاعب يجي يتقال النادي الاهلي بيعامله بالشكل ده. اما كابتن رمضان صبحي، كابتن رمضان صبحي نفسه كان نادي بيراميدز بيخسر الكاس وبيخرج من دوري ابطال افريقيا في النهائي وبيخسر المركز الثاني، وكان طالع الراجل بيعمل حلقه فن والدنيا تمام وبتاع. فاصلا كابتن رمضان صبحي راح لتوجه ثاني خالص وموقف جمهور النادي الاهلي معروف منه. هل ده معناه ان الناس دي مالهاش حق في البطوله؟ لا، هم نفسهم قالوا يا اسامه احنا حقنا مسجل في البطوله دي، واكيد حقك مسجل، انما النادي الاهلي ما تجاوزش في حق حد ولا اساء لحد ان هو حرمه من ان يكون اسمه موجود في البطوله. لا، اسمك موجود ولكن النادي الاهلي ما دعاش اشخاص بعينهم. لا مش كده وبس يا فارس، بما انك اتكلمت عن رمضان صبحي وحسام عاشور وشريف اكرامي، والحقيقه ان البعض بيبتز النادي الاهلي بالمثاليه الزايده وبيبتزوا النادي الاهلي عشان اخلاق النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي، فعاوزين النادي الاهلي يجي على نفسه عشان خاطر يرضي البعض، وده طبعا تصور مش صحيح، لدرجه او بدليل ان رمضان صبحي اللي الكابتن نادر السيد كان عاوز يكون موجود في المشهد، هو بنفسه كان قال حقهم ان هم يشيلوا صورتي من الاستاد، هو بنفسه اللي مقتنع تماما ان هو وجوده جوه النادي الاهلي حتى لو صوره بقى شيء صعب جدا وحق اصيل للنادي الاهلي بعد اختياره، خلاص هو حر في اختياره.
كذلك الكابتن شريف إكرامي، كذلك حسام عاشور اللي دايما تصريحاته بفكره انا رحت نادي شعبيه تضاهي النادي الاهلي، رئيس نادي مش بيرجع في كلام، وكلام كتير جماهير النادي الاهلي لمساه كويس جدا، فمش عاوزين حد يبتز النادي الاهلي لا بقيم النادي الاهلي ولا باخلاق النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عارف كويس قوي ان هو نادي القيم والاخلاق. والحقيقه مشهد احمد فتحي هو مشهد بيرد على الكابتن نادر السيد، ما هو احمد فتحي وقع مع نادي اخر، ولكن احمد فتحي خلاص خد الجانب الاحترافي، انا لاعب محترف هديك لغايه اخر دقيقه في عقدي، فكان احمد فتحي متواجد في ارض الملعب وبيستلم درع الدوري برغم ان هو رايح نادي تاني، ودي كانت المباراه الاخيره لاحمد فتحي مع النادي الاهلي، واعتقد دي ردت على كلام الكابتن نادر السيد. والحقيقه النادي الاهلي اذا كان مطالب مع اي لاعب خلاص انتهت العلاقه بينه وبين النادي، هي مطالب ومستحقات ماليه، انت لعبت تاخد حقك كلاعب خلاص، التقدير المادي اهم حاجه، بنشوف انديه تانية ولاعبين تانيين معتزلين من سنين السنين وحتى الان بيطالبوا بمستحقاتهم داخل الانديه الاخرى. عندنا مثال واضح جدا، الكابتن احمد حسن عميد لعيب العالم بيسيب النادي الاهلي وبيروح نادي الزمالك وبيوصل له مستحقات الدوري نادي الزمالك، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، مش بيضيع معاه حق لاعب. اما التقدير المعنوي لما اللاعب يقدر النادي الاهلي ويقدر جماهير النادي الاهلي، وقتها هيكون حق على النادي الاهلي ان هو يقدر هذا اللاعب. لكن في لاعبين هيردوا كمان على الكابتن نادر السيد من فكره التقدير المعنوي والتقدير المادي بعد رحيلهم عن الانديه، زي الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي للكابتن معتز اينو. نشوف الكابتن معتز اينو ونرجع نعقب. التزاماتك وارتباطاتك الماليه ولا كلمه، لدرجه بعد ما مشيت كمان وانا في حرس الحدود كان ليا مستحقات. النادي الاهلي بكل شياكه واحترام ونزاهه، انا بقولها على الملا اقسم بالله، كنت هم اللي بعتوا لك ولا انت اللي قعدت تلحق فلوس؟ لا لا لا، ما فيش الحاح، هي كانت الفتره دي كانت ساعتها الثوره والقصه، فكان كده كده مش عليا انا، دي كان على كل الفرقه. وقت ما ورغم ان انا بره النادي كنت انا واحمد السيد وشوقي نروح زينا زي اللعيبه، بس اللعيبه الفرق اللي انا بروح اخد فلوسي كاش، لكن اللعيبه عشان موجودين بينزلوا في الكارت في الارض في الميعاد، اول ما الفلوس بتنزل الدفعات اللي هي مستحقات بروح اخدها كانك لاعب في الفريق، واخش النادي عادي واروح الخزنه اخدها، وانت تلعب في حرس وانا بلعب في حرس حدود وانت بتجيب جون في الاهلي عادي. انت بتهزر؟ والله ما بهزر، وخدت فلوسي على داير مليم، محدش قفل الباب في وشك ويلا خاين وانت جبت في الاهلي جون. صعب. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انت لاعب نهيت علاقتك بشكل واضح مع النادي الاهلي، ليك تقدير معنوي وتقدير مادي، نهايتها بشكل انت اسأت التصرف فيه ليك التقدير المادي ومستحقاتك، لان زي ما قال اينو كده صعب في النادي الاهلي لاعب ما ياخدش حقه. وعمر لاعب في النادي الاهلي ما ياخدش حقه، هتاخد حقك كبطولات وكتاريخ مكتوب، الارقام محدش يقدر يغيرها، انما مكانتك في قلوب الجمهور انت اللي بتحددها، وكل واحد بياخد المكانه اللي بيستحقها. مش بس معتز اينو ده كان رايه، معانا كمان كابتن تريزيجيه اتكلم في نفس النقطة وقال ازاي النادي الاهلي بيتعامل مع اللاعب بعد ما بيمشي منه. نشوف الفيديو. لكن ما حصلش اتصالات من الاهلي خالص. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن زيزو كلموني مرة، كنت لسه راجع من الإصابة الحمد لله على السلامة وكده وربنا يكرمك، وكان ليا فلوس في النادي وكابتن سيد عبد الحفيظ اداهاني، المفروض إن أنا مشيت من النادي وكده، ما في النوادي كتير قوي، لا ما خلاص انا مشيت من النادي، لا ده كابتن سيد عبد الحفيظ كلمني وبعت لي الفلوس واداهاني، وطبعا انا بشكره جدا على اللي هو بيعمله معايا واللي عمله معايا قبل كده، كابتن سيد عبد الحفيظ كان هو اللي موجود اول ما طلعت. فكنت بسمع وكده، والناس خلاص كلمتني انت راجع خلاص، وسعد كلمني كان بيقول لي انت راجع، والناس كده قوي كلمتني، وانا برضو انا هبقى مبسوط لو رجعت الاهلي طبعا، بس انا عايز احقق حلمي وحلم النادي، يعني انا عايز ابقى ابن النادي وعامل حاجه في اوروبا. انا ما امثلش نفسي، وان انا ما هم يشتروني النادي هياخد مبلغ كويس. ده النادي الاهلي يا كابتن نادر في الجزء العملي، هو اللي بيدور على حقوق اللاعب كمان، اما اللي هو اختار بارادته ان احيانا ما يكونش جزء من فرحه النادي الاهلي، عمر الجمهور وقت الفرح ما هيدور عليه، وده شيء منطقي. وبرده يا اسامه ما كانش اخر حد كابتن تريزيجيه. انا عايز بس اعقب على نقطه تريزيجيه في نقطه، تريزيجيه في التوقيت ده النادي الاهلي كان في اشد الاحتياج اليه، وكان تريزيجيه عقله في الاحتراف، ومع ذلك النادي الاهلي بيديله مستحقاته، لان ده موضوع، وموضوع انك تبقى في النادي الاهلي موضوع تاني، بيحتاج ان انت يكون عندك الاراده انك تبقى متواجد في النادي الاهلي وتخلص لتيشيرت النادي الاهلي، لكن انت لو احلامك مختلفه خلاص مع احلامك، لكن حقك هتاخده. ومش ده بس اللي احنا بنتكلم فيه كلاعبين، لا كمان رينيه فايلر بعد الشرط اللي اتحطه من 1 اكتوبر ل 10 اكتوبر واللي هيكمل، لا هيرحل ومشدات، ووضعنا في موقف حرج قبل نهائي نصف نهائي بطوله افريقيا، ولكن رينيه فايلر بيوصلوا مستحقات بطولة الدوري، ومفيش مدير فني هيتواجد
في النادي الأهلي وتلاقيه خرج وقال أي تصريح يسيء للنادي الأهلي من قريب أو من بعيد. ريني فايلر آخرهم، لكن مش ريني فايلر آخرهم حاليا، لكن مش هيكون آخرهم، لأن دايما تاريخ النادي الأهلي مع المديرية الفنية فارس احتفالات وتكريم، ودايما بنلاقي في ارتباط وجداني بين المدير الفني الأجنبي والنادي الأهلي مع مرور الوقت. عارف عاجبني في فايلر إيه؟ إنه ما وقعش في الفخ، ما وقعش في الفخ اللي غيره وقع فيه في تصريحات فيها شكل من أشكال المكايدة والتصريحات الإعلامية اللي بتخسر كتير. ريني فايلر كان أذكى من ده بكتير جدا، وعرف يتكلم عن النادي الأهلي بشكل كويس.